Thank you.
صوت
عندي اختي بتطلع مش Thank you.
حتى للعشاء. وخلي الشاهد بدمه، خلي الشاهد بدمه. الآن متابعينا الكرام، وصول جثمان الشاب وليد الشريف إلى المسجد الأقصى المبارك لصلاة الجنازة عليه. يذكر أنه ارتقى خلال المواجهات التي اندلعت في المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، حيث أصيب برصاصة مطاطية